رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا مي تطلب من البرلمان مزيدا من الوقت لإبرام اتفاق خروج جديد من الاتحاد الأوروبي، ليس جديدا كليا وإنما معدل عن اتفاق قديم رفضه النواب قبل نحو شهر تقريبا، ولكنهم سمحوا لمي بمحاولة تعديل البند الخاص بحدود المملكة المتحدة البرية مع الاتحاد لعلهم يقبلون به ويقرونه فيكون بوابة طلاق لندن وبروكسل. عندما نحصل على الاتفاق الجديد مع بروكسل سنجري تصويتا عليه ونتمنى أن يحصل على الأغلبية المطلوبة لتمريره، وإذا لم نصل الاتفاق حتى 27 من الشهر الجاري فستقدم الحكومة بيانها في هذا الشأن ونعلمكم بمقترحنا. المشرعون كانوا ينتظرون من مي تعديلا على شبكة الأمان التي تبقي إيرلندا الشمالية مؤقتا داخل الاتحاد الأوروبي تجنبا للحدود الصلبة بينها وبين جارتها الجنوبية. صحيح أن البرلمان لم يقدم أي ضمانات لتمرير الاتفاق المعدل، ولكن مراقبين يعتقدون أنه سيكون الخيار الأفضل لوقف تداعيات عدم الوضوح في ملف الخروج على السوق البريطانية. في ظل غياب اليقين حول قدرتنا للنفاذ إلى الأسواق الخارجية بعد الخروج، لم يزد الاستثمار في بريطانيا منذ استفتاء عام 2016. تأثير غياب اليقين إذا ما استمر سيتضخم وسيؤثر على التوسع التجاري للمملكة واتجاهات الأسواق العالمية. لا أحد يعرف إذا ما كانت الفسحة الزمنية الإضافية التي تطلبها مي ستنتهي هذا الشهر أو حتى قبل موعد الخروج في 29 من شهر مارس آذار المقبل، فهناك تسريبات صحفية تقول إن تأجيل الخروج هو الخيار اليتيم أمام مي إذا ما أصر الاتحاد الأوروبي على عدم تعديل اتفاقه مع لندن وفشلت المفاوضات الحالية بين الطرفين.